بين هذه الجبال الصخرية لا شيء يدل على وجود الحياة، وما هي إلا بضع كيلومترات حتى تتجلى لك إهرير، واحة ساحرة كعروس تتوسط جبال الطاسيلي، تشكل ديكورا طبيعيا لا مثيل له. إهرير هذه هي معروفة بالقلت نتاعها ومعروفة بالنخيل نتاعها، وجاية بين الجبال كشغل جاية منطقة استوائية فيها الميديتي، ويجوها السواح من كل بلاصة، من الأوروب، من الجزائر، سواح داخليين وواهم التوانسة عندنا جاو هنا شتوهم، ويجوها وفيها مناظر نتاعها تاني راك تشوف كيما واش راك تشوف. منطقة إهرير السياحية لوحة فسيفسائية طبيعية خلابة، تعد أكبر متحف مفتوح على الهواء الطلق، لترسم بذلك منظرا يسر قلب كل من يراها. كي كنا جايين لهنا من فوق كانت بأن ما فيها لا حياة لا حتى حاجة، ولكن كي لحقنا للمكان لقينا حاجة واحدة أخرى كامل، لقينا الواحات، النخيل، الماء، اللي يشوف اللي يقول بلك الصحراء الجزائرية هي بطبيعة الحال احنا نشوفوا فيها غير رمل، ولكن اللي يتعمق فيها يلقى النخيل، يلقى الماء كما نشوفوا المنطقة هذه. يمكن لك أن تقول كلمة واحدة فقط عندما تزور هذا المكان، وهو أن تقول سبحان الخالق المبدع الذي جعل في قلب الصحراء هذه المدينة الخلابة، هذه الجنة الرائعة اللي فيها الأنهار كما قلت، فيها وديان، فيها من الثمار، من الجنات ما يعجز اللسان عن التعبير. استقرار المنطقة والأمن الذي تنعم فيه إهرير أسهم في اختيار الكثيرين لإهرير كوجهة لهم. إهرير جنة الله في أرضه. إهرير الواقعة أسفل الجبال الصخرية هي لوحة أبدع الله في خلقها وجعلها قبلة للسواح، جزائريون كانوا أم أجانب. من قلب إهرير بجانات لتلفزيون النهار وليد مهاجري.